صباح الخير لك داما، وصباح الخير لكل المشاهدين الان قاعدين يشوفونا بالمملكه الحبيبه الاردنيه، وايضا في اشقائنا العرب يشوفونا خارج حدود الوطن ايضا. صباح الخير وكل التحيه لهم. تحيه لك رعد، وراح اترك الكاميرا معك لا تطلعنا على اخر الاخبار اللي انت محضر لنا اياها اليوم. نعم انا مجهز لكم ان شاء الله شويه اخبار ان شاء الله تكون خفيفه، طبعا هي اخبار محليه وايضا متنوعه. وعندنا الخبر الاول هو خبر محلي يخص جلاله الملكه رانيا عبد الله. شاركت جلاله الملكه رانيا عبد الله يوم امس الاربعاء في تكريم كبار داعمي مؤسسه نهر الاردن بمناسبه مرور 20 عاما على تاسيسها. وهنأت جلالتها المؤسسه على مبناها الجديد، وقالت مخاطبه الداعمين ان هذا المبنى شيد بهمتكم وعطائكم ويمثل شوطا كبيرا قطعناه في هذه المسيره التي مضى عليها عقدين على تاسيسها. طبعا ننتقل الى الخبر الثاني، يخص ايضا محمد بن زايد يزور جناح الاردن لمعرض ايدكس. زار ولي عهد ابو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الجناح الاردني بمعرض الدفاع الدولي ايدكس 2015 الذي يقام في مركز ابو ظبي الوطني للمعارض. واطلع سمو الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته للمعرض يوم امس من المسؤولين في الجناح الاردني على طبيعه مشاركتهم في ايدكس واهم المعروضات التي يقدمونها. وفي أيضا أخبارنا المحلية وجزء كلنا سمعنا فيها، 5 قتلى حصيلة المتسللين من الحدود الأردنية يوم أمس. صرح مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأنه في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم أمس حاول 3 أشخاص التسلل إلى الأراضي الأردنية قادمين من الأراضي السورية وبطريقة غير مشروعة، ورغم إطلاق بعض الطلقات التحذيرية إلا أنهم لم يمتثلوا رغم التنبيه وطلقات التحذير، مما اضطر قوات المسلحة الأردنية لتطبيق قواعد الاشتباك وقتلهم جميعا. وأيضا كان في الساعة 6:30 من مساء يوم أمس 2 آخرين. وأكد المصدر العسكري بأنه لا تهاون مع كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن، وسنطلق النار على أي شخص أو جماعة تحاول اختراق الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة ومن أي اتجاه كان. يعطيهم ألف عافية قوات حرس. قدي ما عليك قدي، يعطيكم ألف عافية يا الجيش العربي القوات المسلحة الأردنية الباسلة. طبعا ننتقل أيضا إلى أخبارنا الرياضية، برشلونة يهزم مانشستر سيتي بثنائية سواريز. أحرز لويس سواريز مهاجم الأوروغواي هدفين في الشوط الأول ليقود نادي برشلونة للفوز 2-1 على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، ليقترب برشلونة من التأهل للدوري الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأيضا على الصعيد الرياضة في الدوري المصري يعود بعد نهاية الحداد بدون جمهور. قرر مجلس الوزراء في مصر يوم أمس عودة منافسات الدوري المصري لكرة القدم بدون جمهور، وذلك بعد الانتهاء من فترة الحداد 40 يوما على ضحايا حادثة استاد الدفاع الجوي الذي وقع الشهر الماضي. وأيضا من الأخبار المتنوعة والأخبار الغريبة، أغلى آيس كريم في العالم في مسابقة غريبة وللأغنياء فقط. استطاع أحد المطاعم الأمريكية صنع آيس كريم يعد الأغلى في العالم، ويقدر سعر الكأس الواحد $1000 للكأس، ويرجع سبب سعره الغالي إلا أنه يحتوي على ذهب معيار 23 وهي قابلة للأكل. يعني هاي الآيس كريم بس للأغنياء فقط، والله كويسة $1000 سعر الكأس الواحد. وأيضا آخر أخبارنا لهذا الصباح لكل خواتنا وأمهاتنا وبناتنا، امرأة تقتل زوجها بالسكين لانتقاد الحلويات من زوجها. القصة، انتقد مصري حلوى البسبوسة أعدتها زوجته له حينما سألته عن رأيه في هذه الحلوى، إلا أن المصري كان يريد أن يمزح معها وقال لها أنها ليست لذيذة، فغضبت المرأة وراحت وذهبت بالسكين فضربته به على بطنه، وإذ بالرجل المصري متوفي على الفور. فيعني يا ريت مزح الرجال مع الستات، يا ريت أنه ما نمزح هذا المزح، لأنه بمزحة حب الرجل يمزح مع زوجته فذبحته بالسكين، واعترفت المرأة بذنبها الذي